فقال بنات علي فاطمة هلمومنا لوداع علي الأكبر. طلع النسوان هاي شاقة جيبها، وتلك تلطم رأسها وهذه خمشت خدها في أمان الله يا علي. وبرز علي الأكبر إلى ناحية المعركة وعين الحسين تراقبه، اللهم اشهد عليهم، فلقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك صلى الله عليه وآله. كنا إذا اشتقنا النظر إلى نبيك صلى الله عليه وآله نظرنا إلى وجهه. فرقهم تفريقا، لا ترضي عنهم الولاة أبدا، امنع عنهم قطر السماء. والتفت إلى ابن سعد، ما لك يا ابن سعد قطعت رحمي؟ قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. وحركة سواها أبو علي تقطع القلب، إذ رفع شيبته للسماء وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذا وعلي الأكبر قد نزل إلى ساحة الوغى وأخذ يجولهم جولان الرحى بسيفه وهو يرتجز. أنا علي ابن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني، أطعنكم بالرمح حتى يلتوي، ضرب غلام هاشمي علوي. شوية ليلى طالع بوجه أبو علي، وجه الحسين شوفه تغير، لأنه الصفحة التي تترجم أخبار علي الأكبر. فقالت هل أصيب ولدي بسوء؟ هذه أم حبيبي لا تلومها، ومن علي الأكبر مو إنسان عادي. فقال لها لا لا يا ليلى، ما أصيب بسوء ولا بشر، ولكن برز إليه من يخاف عليه من هذا بكر بن غانم، فارس يعد بألف فارس، الله أكبر، ولكن سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، ادخلي الخيمة وادعي إلى ابنك يرجعه الله سالما. فدخلت إلى خيمتها، نشرت شعرها، رفعت كفيها إلى السماء، يا راد يوسف على يعقوب، اردد علي ولدي سالما، أقسم عليك بحق غربة الحسين، بحق عطشه، إلا ما أرجعت إلي ولدي سالما. دشت الخيمة الغري وتوسلت لله بحبيبي، يا راد يوسف من مغي، رد لي علي سالم، أجيبه عظم الله أجوركم. ولا يزال علي الأكبر في كر وفر مع ذلك الفارس، حتى ضربه بالسيف على رجله وسقط، فاحتز رأسه ورجع برأسه، واستجاب الله دعا له، وجد البكر بن غانم جاب الراس بيمينه وعود للخيم باسم. الله أكبر، وهو يقول أبا صيد الملوك أرانب وثعالب، فإذا برزت فصيدي الأبطال. بني بني شنو تريد من هدية؟ شنو تريد أعطيك؟ الله أكبر. أخ، فالتفت علي الأكبر
يقول لي يا ابويا جيت من حومة الميدان، جيتك براس البطل راس الجيش يحمى، ومنك اريد الجائزة قطرة من الماء. يا حسين يلي الكون من نورك يشع نور، من اصل نورك صارت الجنات والحور، اريد قطرة ماي قلبي بنار مسعور، غارت عيوني واظلم الوادي. يا ابويا قطرة امي الكبدي اتقوى ورد للميدان وحدي، يا ابويا انفطر قلبي وحق جدي، العطش والشمس والميدان والحر. يقول له منين اجيب الماي يا ابني، مو حجك شعب قلبي وبهضني، يا ابويا استخلف الله العمر واصبر. الله يعظم اجرك يا مؤمن، ساعد الله قلوبكم. يقولون اعطاه خاتمه وضعه في فيه، رآه كأنه عين ماء ارتوى. بعد الآن لازم يرجع للميدان. أبا أريد أن أرجع إلى الميدان. وين رايح حبيبي؟ أمك ترى بالخيمة وقد غشي عليها حزنا وفرقا عليك يا علي، وما تلام ترى ليلى، لأن هذا هو شبيه رسول الله بحقها عليك، ترى عندها عليها حق عليك حبيبي، اذهب إليها. فجاء علي الأكبر وإذا بأمه مغشيا عليها، رفع رأسها وضعه في حجره، فأفاقت من غشوتها. اقلها يا يما جيت من حومة الميدان بالعجل ودعيني أريد الحق الشبان. تقطع قلب ليلى، أنت ولدي علي، الحمد لله الذي أرجعك إلي سالما، اجلس ولدي، لقد حلا وقت الحديث. أريد أقول لك شيء ولدي علي، أنت عزيز ليلى، ولكن أباك الحسين أعز منك. ليش؟ لأنه عزيز مكسرة الأضلاع. أريد أقول لك شيء اسمعني، تقول له يا عقلي من تجي زهر الحزينة عند قميص الحسن وثياب أبو سكين، بالسم هذا وذاك بالدم خاضبين، اتنادي يا ربي خذ بحق اليوم ليضي. تتقدم لهم البنين براس عباس ورمله براس اللي انكسر عرسه بالاعراس، ولدي علي ولمك الزهره يا ابني تقدم بيا راس. قال براسي يمه، فاعتنقته تودعه في امان الله. ولدي علي ساعد الله قلب هذه الام الحنون في أمان الله ولدي. فقام علي الأكبر وإذا النسوان كلهم التمعت باب الخيمة، فاحتضنته النساء هذه تودعه، تلك تشمه، هذه تقبله، هذه تستصيح في أمان الله علي في دعة الله. وإذا إمامنا سلام الله عليه الحسين قد أقبل وقال إليكن عن ولدي إنه ممسوس في ذات الله، ابتعدن عنه. فأخذ بيده وأركبه على جواده، وسكينة تنظر إلى هذا الموقف، هذا أبوها هذا أخوها، وإذا بيأتي به إلى خلف المخيم ويلتفت إلي يقول له ولدي علي أريد أسمع منك آخر كلمات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه لحظة الوداع بعد، أذن ولدي. فبدأ علي الأكبر يؤذن، الله أكبر الله أكبر. فتقطع قلب الحسين
واعتنق ولده أنزله من على الجار. الله يرحم بالنصاب. يا ويلي من تلاقى وعند له. ما أسمع منك تعزي هاي ليلة التاسع حبيبي. يا ويلي من تلاقى وعند له مشابك صار لمن هو ولل لا الابن لبيه والأبولة على ولده. يا ويلي وداع لك شر وعليه تودع من ابنه. شلون وداع؟ فتعلقت به سكينة. في امان الله اخي عليه وكلها بكاء ونحيب. الله أكبر. فوقف علي الأكبر بين أطناب المخيم. النساء تنادي في أمان الله يا علي. لحظة الوداع حبيبي توجه وياي. الرجال يصرخون في أمان الله يا علي. الأطفال يصرخون في أمان الله يا علي. سادة مؤمنين مأتم المرخ هذه الليلة يصرخ بأعلى الأصوات في أمان الله في أمان الله في أمان الله. فبرز علي الأكبر إلى الميدان. عظم الله أجوركم. مشى خطوات وإذا بامرأة من خلفه تقوم وتكبو على الأرض. اتهيد يا بدر سعدي لم أريد أنظر لطولك وضمك ضم الوداع. تقل يا عقل ثياب عرسك. الله أكبر. كل أم هذه أمنيتها انفصل ثياب عرسه. هذه أمه ليلى. فرجع إليها وقلبه متقطع وأرجعها إلى المخيم في أمان الله. أمه آخر من ودع علي الأكبر. وبرز إلى الميدان ونزل إلى المعركة. أخذ يضرب فيهم قدما قدما كضربات أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. حتى قلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة والقلب على الجناح. فأخذ يضرب فيهم يخرج في أوساطهم ويخرج من أعراضهم. عظم الله أجوركم. بينما هو كذلك وقد قتل منهم مقتلة عظيمة. وإذا بالعبد يقول علي آثام العرب لئن مر بي هذا الشاب لأثكلن به أباه وأمه وهو يقاتل. إذ كمن له اللعين من خلفه وضربه بالسيف على أم رأسه. أين المنادي وعلي؟ شبك علي الأكبر على رقبة الجواد فسالت دماؤه الطاهرة على عيني الجواد. فتوسط به حومة الميدان. هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه حتى بلغت روح التراقي. عظم الله أجوركم. فسقط من على الجواد وهو يصرخ عليك من السلام أبا حسين. تقول سكينة فلما سمعه أبي كادت روحه أن تخرج من جسده. فانقض عليه كالطير المنقض على فريسته وأقبل إليه بتلك الحالة. رآه فرفع رأسه من على الثرى وضعه في حجره وأخذ يصرخ على الدنيا. يلا مع الحسين حبيبي. على الدنيا على الدنيا. وأخذ نعي على ولد ولادي عليه.
الله إلا أبو علي صلوات الله عليك يا أبا عبد الله، شلون قلبك يتحمل هالمصائب؟ الله يعظم أجرك. فوصلت صرخات الحسين وعليا إلى المخيم، ومن سمع حبيبي؟ سمعته أم المصائب زينب، فخافت على أخيها أن يموت إلى جنب ولده، فخرجت من باب الفسطاط. يقول حميد بن مسلم: رأينا امرأة خفرة قد خرجت من باب الفسطاط شابكة بعشر أناملها على رأسها تصرخ عليها. فلما سمعها الحسين عليه السلام رفع رأس علي الأكبر من حجره ووضعه على التراب. أبا ما لي أراك رفعت رأسي من حجرك، أنا أريد حنان الأبوة بعد بهاللحظات هذه، غير الأبو ما أكو. قال: لا تلومني ولدي عليه، أبوك صاحب غيرة. فلقد خرجت فخر المخدرات من خبائها. عجل عجل أبوي، خدني ودني إلى عمتي، خدني إلى المخيم، ودني يا أبوي العمتي زينب أراها. ألا تشج روحي ترى ذايب، إلا يا عقلي ومهجتي حجك فراه، لازم أشيلك للخيم يا قرتي، لازم أشيلك للخيم يا مهجة الرؤ، عن جثتك يا صبيعان شلون نار، لو قلت لأمك ظل علي بالشمس مط، لازم تقلت كان جبت الولد، لكن بليلش الفكر يا حلوة لقبة، لو عاينت جسمك يا عقل موزع، وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني بلن، لكن يا عين الله على ضجة النسا، وشال المدلل فوق صدرك صدره، وليل خيام محنا ظهر ويصيح فتني فتني فاك، قومي يا ليلة للولد عدليه عدليه. فرت بدهشة تلطم الهامة بليدة، من آل مدلل يا خويا لا فن برديتك،